وصفتنا لليوم كيكة الشطرنج. عندنا كيك جاهز، بنقطعه قطع متساوية. نقطعه مربعات متساوية. نحتاج كمان قلبين من الكيك الجاهز على شوكولاتة، منضيفه بصحن التقديم أو صحن بايركس، منضيفهم بهالطريقة، منضغط عليهم ضغطة خفيفة، ومنجهز مي دافية، كيسين من كريم كراميل، نخفقهم كويس ومنضيفهم على الكيكة، منسقي فيهم الكيكة تقريبا نص المقدار، ومنسيب الباقي مرحلة الجاي. عنا كريمة خفق للحلويات، منضيف عليها مكعبات الجبنة والقشطة أو الجيمر، نخفقهم بالخفاقة الكهربائية لما يصير عندنا المزيج بهذا الشكل، منضيفهم على الطبقة الأولى من الكيك، منوزعهم كويس. نرجع منضيف نفس الطريقة الكيك حتى نخلص المقدار، ومنضغط عليهم ضغطة خفيفة، ومنسقيهم بالكريم كراميل، منغلفهم بالنايلون، ومنسيبهم ليلة كاملة في الثلاجة. وهلأ صارت عندنا وصفتنا جاهزة، صحتين وعافية.